وتسابونا كمان هنقف قدام اسم الكنيسة وهي العذراء حالة الحديد، حابين نعرف عنه أكتر. مسمى العذراء حالة الحديد مش احنا بس لينا المسمى على اسم معجزة، لكن في كنائس كتير وفي القاهرة متسمية على أسماء معجزات، وليكن في حارة الروم في منطقة الغورية كنيسة تتسمى العذراء المغيثة، في العذراء الدمشارية في مصر القديمة، وهكذا. كانوا زمان اعتادوا ان هم يسموا الكنائس بأسماء معجزات، دي فيها مسمى أفضل وأحسن بكتير، بدل ما يقولوا كنيسة العذراء بحارة زويلة بالمنطقة، قالوا لا احنا نسميها ونميزها بالمعجزة، ومنها الناس تفضل فاكرة المعجزة وتتشفع بالعذراء عن طريق المعجزة دي. كتير بيختلط في ذهنهم الأمر، يا ترى معجزة العذراء حالة الحديد حصلت في المنطقة دي عشان كده؟ هل في ربط فعلا؟ لا ملهاش ربط، هي المعجزة تمت في أفسوس في شرق آسيا الصغرى، في بلد هناك لما كان القديس متياس الرسول بيبشر واتحبس نتيجة الاضطهادات، وصلى ربنا ان ربنا يفك سجنه، والعذراء راحت المكان ده وكانت حابة ان هي تتقابل مع القديس متياس الرسول، وعرفت ان هو مسجون وعايزة تخش له ومش عارفة، فصلت لربنا ان ربنا يفك السجن بتاعه، فالحديد بتاع السجن انصهر وانحل من طبيعته الصلبة الى الطبيعة السائلة. ومش بس حديد السجن بس، ده حديد المدينة كلها، لدرجة ان هي بقت ظاهرة، الكل ابتدى ان هو يسأل ايه اللي حصل، والوالي بتاع المدينة من سيوف من مقصات من اي حاجة حديد من معدات كانوا بيشتغلوا بيها كله انسال تماما، مش انحل انفك، لا هو انحل ساح، مش انفك من مجرد من قيود ايد متياس الرسول، لا ده ساح، كل ما هو حديد ساح زي الشمع او ساح زي المية. فشوفوا قد ايه صلاة الست العذراء ممكن ان هي تحول القيود والحاجات اللي ممكن تأيد الانسان الى حاجات سائلة زي المية. ويمكن احنا بنتمتع بقى في كنيسة العذراء بحارة زويلة بالموضوع ده، الكنيسة اللي بيجي يزورها يلاقيها كلها في جوانبها يطلع منها المية من الحيطان من كل حتة.